انتشرت بالفترة الأخيرة معارض العقار، سواء العقارات اللي تنباع داخل الكويت أو برا الكويت. خلينا نركز اليوم على العقارات اللي تنباع داخل الكويت. لما تيجي تبي تشتري أي عقار، شلون تحمي نفسك قانونياً؟ لازم تعرف البايع من وين له العقار، تشوف التسلسل، شلون يا للعقار، هل شراه، هل ورث، هل في نزاع عليه، تروح حق وزارة العدل، تشيك بالسجل العقاري عن اسم البيت، هل هو مسجل ولا مو مسجل. هذا بالنسبة حق إذا بتشترون عقار ملك. بالنسبة حق العقارات المرتبطة ببنك الائتمان أو مرتبطة بالإسكان، بالنسبة حق الزوج والزوجة لما يروحون يبون يأخذون العقار أو بيأخذون القرض الحكومي، في فرق بين الأرض والقرض، اللي هو أنت مع زوجك تروحون تشترون أرض وبعدين تبنون عليها، البنيان يكون عن طريق 70,000 اللي يعطيكم إياها بنك الائتمان. هني زوجك له الحق أنه يدخلك بالبيت، يسجل اسمك أو ما يدخلك. بالنسبة حق العقار الثاني اللي هو البيت الحكومي اللي كله ناخذه من الحكومة أو الإسكان، هني إذا تطلقتي قبل لا تتحرر الوثيقة اسمك يطلع كمالكة وظلين كحاضنة.